واندفعت الحصل المنتجة محليا عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر في شوطنا الأول في الحفل 51، البداية مع سلطان الغلا في المركز الأول. محاولة تأتي في هذه اللحظات من الخارج الآن للدخول على الخط لمسيوم في هذه اللحظة، و15 أيضا طلاب العليا في محاولة للتقدم في هذه اللحظات، بل 9 مخالف من الخارج الآن يأتي، وكذلك رقم 18 الآن مسيوم يأخذ زمام المادرة والمركز الأول، المركز الثاني لرقم 2 سلطان الغرى، المركز الثالث لرقم 9 مخالف. المحاولات تشاهدها الآن تأتي في هذه اللحظات، كما نشاهد لرقم 5 سيف لها في محاولة للتقدم، وكذلك رقم 10 في هذه اللحظات سواك يأتي ويتقدم في هذه اللحظات إلى المركز السادس، المركز الخامس في هذه اللحظة، والرابع لرقم 5 سيف لها المقدمة، لازالت لرقم 18 مسيوم المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. مشاهدين الكرام المحاولات تأتي في لينويشي الآن في محاولة للتقدم في هذه اللحظات، لازالت الصدارة لمسيوم رقم 9 الآن في الصدارة، كما نشاهد مخالف في محاولة للابتعاد، هنا يأتي رقم 1 أروعهم من الخارج الآن، أروعهم يأتي يحاول، إنما رقم 9 مخالف يحافظ على الصدارة، أروعهم يأتي للمركز الثاني بكل قوة، لكن المركز الأول لرقم 9 مخالف، والمركز الثالث لرقم 5 سيف.